ليس كل المنتجات تصلح لكل أنواع البشرات، وليس كل الماسكات والخلطات تصلح لكل أنواع البشرات. لازم أخواتي تعرفوا ما هو نوع بشرتكم وما هي الماسكات المناسبة لبشرتكم. اليوم حضرت لكم خلطات طبيعية تعطيك وجه القمر السحري من أول استعمال، وكل واحدة يعني تستعملها حسب نوع بشرتها، لكن ضروري تعرفوا ما هي أنواع بشرتكم لتتفادوا التهيج وحساسية البشرة أثناء استعمال الماسكات الطبيعية أو الكريمات اللي تشتروها من الصيدلية، حتى لو تكون غالية الثمن أو جودة عالمية لازم تعرفوا إذا تناسب بشرتكم أو لا. هناك 5 أنواع من البشرات، يعني كل بشرة فيهم تحتاج إلى نوع معين من الكريمات أو الماسكات الطبيعية. تابعوني أخواتي لمعرفة ما هي أنواع هذه البشرات ونوعية الكريمات والغسول والصابون المناسبة لها والخلطات المناسبة لها وكيفية التعامل معها. أول نوع عندنا البشرة الجافة، فيها شحوب، قشور، جفاف، تعاني من التجاعيد حتى ولو في سن مبكر. هذه ضروري أنك تغسليها يعني بغسول أو صابون يكون فيه مثلا زبدة الشيا مصنوع منها أو يكون فيه زيت الزيتون. تعاملي معها بالترطيب الكثير، التقشير مرة في الأسبوع، الماسكات مرة أو مرتين، الصابون مثلا نوع دوف يكون فيه زبدة الشيا، الغسول يكون مثلا من ديغ موفيفا، كلين أند كلير، ماركة نيفيا، أي أنواع الغسول اللي تكون فيها انتعاش للبشرة الجافة. والشرب لها لترين من الماء يوميا بتعديلها على الماسكات اللي فيها عصير الليمون، بياض البيض، القرفة، يعني الماسكات المهيجة والمسببة في الجفاف أكثر بالتعدي عنها. ثاني نوع عندنا البشرة الدهنية، تعاني من الدهون، البثور، مشاكل في الوجه، البقع، الرؤوس السوداء، المسام المفتوحة. أحسن أنواع الغسول اللي ممكن تستعملها لها غسول سيتافيل، غسول مثلا ديرمو فيبا، هذا اللي فيه من النعناع يعني مستخلص من النعناع، هو خاص بالبشرة الدهنية. الشرب لها الماء الكثير بتعديلها على الحلويات، على السكريات، الدهون، المقليات، البيتزا، الهمبرجر. استعملي لها مثلا الزيت الأساسي لشجرة الشاي، استعملي لها الماسكات اللي يكون فيها مثلا من ديغمو فيفا، ماركة ديغمو فيفا رائعة لها. أيضا يعني حاولي أنك تعملي لها واقي شمسي يكون مناسب، الصابون اللي يكون مثلا من الشوفان رائع لها، أغسلها بها. أيضا الصابون البلدي، صابون الجزائر، صابون الإسلام، هذا صابون المسلمين، استعمله كمقشر لها مرة في الأسبوع، دهنيها وقشرها، ضعي لها الماسكات اللي فيها عصير الليمون الحامض أو بياض البيض، يعني بتعديلها على السكريات، الدهنيات، المقليات، تناولي الغذاء الصحي وشرب لها الماء الكثير، استعمل لها الزيت الأساسي لشجرة الشاي. نترك لكم رابط البشرة الدهنية في صندوق الوصف، رائع يعني روتين رائع لها. النوع الموالي البشرة المختلطة، هذه يعني التعامل معها بحذر، عندها مثلا بعض أجزاء البشرة يكون فيه دهون زائدة والجزء الثاني يكون فيه جفاف، مثلا في منطقة الأنف لازونتي هذه والدقن والجبهة مملوءة بالدهون، أما في الخدود يكون فيها جفاف. فيها خصائص من البشرة الدهنية وخصائص من البشرة الجافة، هذه تعاملي معها بحذر، ضعي لها الماسكات الخاصة بالبشرة الدهنية في منطقة الأنف والجبهة والذقن، والماسكات الخاصة بالبشرة الجافة في منطقة الخدود. اشربي لها الماء الكثير، الغذاء الصحي، وضعي لها الماسكات المختلطة. النوع الموالي هي البشرة الحساسة، هذه من أخطر أنواع البشرات، فيها إحمرار، حبوب، تهيج، حكة، حرقان. أحسن يعني المكون تستعمليه لها كاتونر هو البابونج، جوز الهند، زيت جوز الهند، الشوفان، واقي شمس يكون من لاغوش بوزاي، إيفروشي. يعني ابتعدي تماما عن الماسكات والمكونات المسببة لها في الهيجان، القرفة، بياض البيض، عصير الليمون، عصير الطماطم. يعني وأحسن الماركات اللي ممكن تستعمليها لها هي ماركة يعني صابون الأطفال، منتجات الأطفال، هذه يعني صديقة لها. وكاين أنواع غسول من ماركة يفروشي
مناسبة جدا لها، يعني مرطب موس طبيعي يعني هكذا تستعمليه فيها. استعملي لها مثلا ماسكات البابونج بكثرة، تونر البابونج أيضا، نوع البشرة الحساسة التقشير مرة في الأسبوع، والماسكات مرتين أو مرة واحدة فقط ربع ساعة. النوع الأخير البشرة العادية، استعملي لها أنواع الصابون اللي فيها الشوفان، فيها منتجات الأطفال مثلا، أنواع الصابون كلها تتوالمها تناسبها. والغسول أيضا اختاري لها، يعني هذه لا تعاني من المشاكل، محظوظة والجميع يتمنى وتكون عندهم بشرة عادية. ننتقل الآن إلى أنواع الخلطات المناسبة لكل أنواع البشرات، حتى البشرة الحساسة لها نصيب في هذه الخلطات. نعمل أولا تونر البابونج، ونحتاج إلى أزهار البابونج تكون مجففة، أو حتى لو عندك نيئة يعني طازجة استعمليها. نحتاج إلى أزهار البابونج ونضيف لها، أو أكياس البابونج الجاهزة كذلك تقضي بالغرض، هي ممتازة. ليس شرط تشتري يعني أزهار البابونج، الأكياس التي تباع في السوبر ماركت استعمليها. نريد أن نصنع تونر الماء البابونج، هذا صالح لكل أنواع البشرات، استعملي قبل وبعد الماسكات خصوصا صاحبة البشرة الحساسة. نحتاج إلى قنينة بخاخ، يعني بإمكانكم صنع كمية أكبر والاحتفاظ بها في الثلاجة لأسبوع. تونر ماء البابونج نعمله هكذا ونتركه يتخمر جانبا، ونضع الماسك. الماسك نحتاج إلى مسحوق البابونج، اطحنه أنت في البيت وانخليه أو اشتريه جاهز مطحون. نحتاج إلى حبوب الشاي الأخضر، مهدئ رائع للبشرة الحساسة، صديق للبشرة الجافة، صديق للبشرة الدهنية. نحتاج إلى الطحين، الفرينة، لافاغين، دقيق المخبوزات لنعمل به البيتزا، الكيك، الفرينة، الدقيق. نخلط المكونات جيدا، وإذا كان عندك العسل يا حبذا لأنه ممتاز في الوصفة. ضعيه جانبا لا تضيفيه في الأول، اجمعي المكونات أولا، ضيفي لها الماء المغلى الساخن جدا من أجل أن المكونات تتشرب الماء وتتحصلي على قوام كريمي. أضيفيه بكميات متواصلة لأن هذا الماسك يعطيك يقضي لك على التجاعيد، يوحد لك اللون، يبيض البشرة، ينقي، يعطيك نظارة، ويساعد البشرة الحساسة وحتى البشرة الجافة والدهنية والعادية والمختلطة. ثم في الأخير نضيف العسل. ضعي فوطة مبللة بماء دافي، مرريها على الوجه لفتح المسام أو بخار خفيف، وضعي الماسك، اتركيه لمدة 20 دقيقة، وبإمكانك وضعه على دائرة العينين، واغسلي بماء دافي وكرري بماء بارد، ورشي هذا التونر اللي عملناه، تونر البابونج. الماسك هذا صالح لكل أنواع البشرات حتى البشرة الحساسة، استعمله 3 مرات في الأسبوع. ننتقل الآن إلى الماسك الثاني الصالح لكل أنواع البشرات أيضا. نحتاج إلى ملعقة من الشوفان، الخرطان متواجد في كل بلد، ونحتاج إلى مسحوق جوز الهند، يكون مسحوق جيد يعني انخليه، رائع، يفتح اللون، صديق للبشرة الحساسة ولكل أنواع البشرات هذا الماسكات. نضيف أيضا دقيق الأرز، الرز الأبيض العادي، اطحنه وانخليه أو اشتريه جاهز مطحون من عند العطار. نضيف ملعقة من الحمص، دقيق الحمص إذا كان غير متوفر عندك استغني عنه. نضيف زيت الجليسيرين، ويمكن استبدالها بزيت اللوز الحلو أو زيت السمسم أو يعني زيت الزيتون حسب كل نوع بشرة. اجمعي المكونات بالحليب، أي نوع حليب عندك في البيت اجمعيها به. أعطيت لكم الخلطة هذه لأنه يمكن بعض الأخوات ما عندهاش العسل في الخلطة السابقة، لذلك نعطيكم دائما الاختيارات ليتسنى لكل واحدة تستعمل هذه الماسكات الطبيعية. اجمعيها مليح، طبق
تفريكها على الوجه يكون نظيف أيضا، وأفريكها أولا فرك ناعم بسيط في الأول، وبعدها تركيها ربع ساعة 20 دقيقة، واغسلي بماء دافي وكرري العملية بماء بارد، ورشي التونر. نترك لكم أنواع التونر الباقية في صندوق الوصف. نكرر هذا الروتين كذلك يوم إيه يوم لا، هو ممتاز طبقوه أخواتي لكل أنواع البشرات. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفات، ونتمنى تكونوا عرفتوا ما هي أنواع بشرتكم وكل واحدة تستعمل المناسب لها لكي تتجنب الحساسية. شكرا بزاف بزاف، وإلى اللقاء. سلام.